مثلا عندي هلا سبيد تايم بروفايلينج فور ان اي بي ام، هلا هون ريستريكشن فراح نحط ريستريكشن اون ريتد سبيد في ماكسيمم 10 متر بالثانية. طلع حد يطلع 10 متر بالثانية شو بتعادل بالكيلومتر بير اور؟ رح ناخد 10 في 3600 على 1000 تطلع 36، مش هيك سهلة؟ هذا رقم يمكن منطق، بعرفش منطق أكثر، أنا ما بعرف، بعرفش اللي هذا، بس يبدو هذا رقم يعني مقبول، 36 كيلومتر بالساعة، ما دام ما فيش فيه سائق يمكن يكون أحسن أمشيه على سرعة أقل منه. إذا 36 كيلومتر بالساعة رح نشتغل الآن على 10 متر بالثانية. هلا لو جينا رجعنا نفس الشيء عملنا زي ما عملنا المرة الماضية رح نحلها جرافيكلي أو رح نطلع التوتال تايم جرافيكلي. فرح ناخذ السيجمنتس، هلا رح يصير عندي سيجمنتس أكثر من أول. خليني أعتبر هذا الجزء هون. رح أفترض هذه هي الريتد سبيد. رح أفترض إنه هاي 10 متر بير سكند. هذه هون في أوف تي. فناخذ مثلا شكل الكيرف اختلف. لو احنا رسمنا بالخلفيه الان شكل الكيرف الاصلي وكان 24، يعني 24 تقريبا مرتين ونص بالنسبه ل 10، رح يكون شكل الكيرف الاصلي هذا رح يكمل. اي هاي تقريبا خلينا نقول انه وصل هون بدون نوت تو سكيل. اوكي ماشي واضح تقريبا، انا رسمي مش دقيق تقريبا بس هي الفكره. هاي المساحه المفروض تكون مساويه للمساحه هاي، واضح بالرسم انه رسمي سيء ما اظن تكون مساويه لها، بس هذا التقريب. اوكي انا المفروض شوف ما اظن ممكن في الرسم فيه هون عدم دقه بالرسم، بس هاي المفروض تكون مساويه لهاي. والثمن اللي دفعته بسبب الريستريكشن على التوب سبيد هو الزمن الاضافي هذا راح يطلع معي. اوكي راح امهيها عشان بس ما تلخبطناش بالحسابات. هلا بدنا نطلع هلا التوتال تايم. هلا عندي عدد السيجمنت زاد، عندي هذا السيجمنت موجود كان اصلا تي 1 واللي هو بيساوي 1 سكند رح يضل 1 سكند. وبعدين عندي هذا السيجمنت هون تي 2، عندي هلا تي 3، هلا صار السيجمنت الجديد هذا رح نسميه تي 4. هذا مش معروف وهذا مش معروف، هذا 1 سكند من حساباتنا الاصليه. لانه متذكرين احنا لسانا على A1 وJ1 حتى اوصل A of 1 متر بير سكند سكوير، وانا بزيد الـ A تبعي على 1 متر بير سكند كيوبد بدي 1 سكند. يعني هون عمالنا بنقول انه J بتساوي دلتا A على دلتا T كانها 1 على 1، وهذه هون هاي 1 وهذه تي، اذا دلتا تي بتساوي 1 سكند، وهي ال 1 سكند اللي هي هاي وهاي. هاي راح نسميها تي 5 بتساوي 1 سكند، تي 7 بتساوي 1 سكند، وضل عندي مجهول تي 6. باي سيمتري تي 2 بتساوي تي 6 وتي 4 غير معروفه طبعا بدنا نعمل حساباتها منها. اوكي؟ زي ما عملنا بالمره الاولى كمان راح نقول انه هاي المسافه المقطوعه هون 1 على 6 من المتر اللي هي المساحة. باي سيمتري هاي القطعة تساوي هاي القطعة من هون، فهاي كمان 1 على 6 من المتر. هذه عندي 10 متر بالثانية، هذه هون عندي نص متر بالثانية السرعة اللي بوصلها هون، وهاي السرعة إذا راح تكون إذا هاي 10 راح تكون هذه 9.5 متر بير سكند. ونفس الشيء على الجهة الثانية. عندي التوتال ديستانس للساحة
300 متر. وبعدين بدنا نتذكر كمان انه عندي هاي هون السلوب هذا 1 متر بير سكند سكوير سلوب تبعتها. بدنا نشوف اذا هلا المعادلات بنعمل حساب المعادلات عشان نقدر نطلع تي 4 او تي 2 بالاول. خلينا نحاول نطلع تي 2. اذا راح نطلع هلا المساحه هاي المساحه الكليه راح نسميها دي، راح نسمي المساحه هاي سي، راح نسمي المساحه هاي بي، راح نسمي المساحه هاي. صار عندي 600 متر تساوي دي بلس اي بلس بي بلس سي، وهدول مضروبين بال اي زائد بي زائد سي بتساوي اي زائد بي زائد سي. ضربت هدول الاثنين وجمعت لهم دي راح يعطوني 600 متر. طيب نطلع دي، دي شو بتساوي؟ دي بتساوي تي 4 مضروبة في 10 مش هيك؟ هاي معادلة. بعدين ايش العلاقة ما بين تي 2 و A و V؟ هذا المثلث، هذا المثلث هون قاعدته تي 4 ارتفاعه قديش؟ هاي النقطة نص وهاي النقطة 9.5، إذا ارتفاعه هون 9 متر بير سكند، إذا 9 على تي 4 بتساوي 1. إذا بتصير عندي 9 متر بالثانية على تي 4 بتساوي الأكسلريشن اللي هو 1، إذا تي 4 بتساوي تي 2 آسف، وهاي تي 2 وهاي تي 2. إذا راح تصير هذه 9 ثواني باي سيمتري، هاي 9. طيب هلا بدنا نرجع نعمل المعادلة هاي نعوضها. صارت عندي دي مع دي حطيت لها اكسبريشن، اي انا عارف انها 1 على 6، بي هي مساحة الترابيزويد، ايش اضلاع الترابيزويد؟ عندي الضلع هذا اللي هو نص، الضلع هذا اللي هو 9.5، 9.5 زائد نص 10 على 2 5 في 9 45 متر. مضبوط، كل واضح شو عملنا؟ مساحة شبه المنحرف، اخذنا الضلع هذا زائد الضلع هاد، قسمناهم على 2 وضربناهم في المسافة بينهم، فصارت 9، هذه بتطلع 10 على 2 5، يعني معدل هذا الطول وهذا الطول بيطلع 5 متر، في 9 45 متر، فصارت عندي هاي 45 متر، هذه عندي سدس، طل سي، سي إذا أخذت مساحة المستطيل ناقص سدس بعطينا مساحة سي، مش هيك؟ قديش مساحة المستطيل؟ 10 في 1، مضبوط؟ مش هاي الارتفاع 10 في 1 10. 10 ناقص سدس، فصارت عندي A بلس B بلس C بتساوي 1 على 6 زائد B اللي هي 45 زائد 10 ناقص 1 على 6. 1 على 6 بتشطب مع 1 على 6، 45 و10 بتساوي 55 متر. إذا أنا خلال فترة A و B و C بقطع 55 متر، خلال فترة هاي اللي هي بتكملهم A B و C الثانيات بقطع 55، فصارت عندي هاي كلها 55 وهاي كلها 55، إذا صار عندي 2 في A بلس B بلس C بتساوي 2 في 55 110 متر. بقية المسافة وين راح أقطعها؟ بفترة D، إذا D بتساوي 600 ناقص 110 وتساوي 490، مضبوط؟ إذا T4 بتساوي 490 على صارت هاي بتساوي 49 سكند. قديش الزمن الكلي صار؟ 9 و1 و1 11، 11 و11 22، 22 و 49، إذا التوتال تايم صار 49 زائد 22 ويساوي 71 سكند. قديش كان الزمن بالأول بالحالة هذيك؟ إذا كانت هذيك 50 سكند بحالة النو ريستريكشن، وصارت الآن 71 سكند بهذا، فالضريبة اللي دفعتها 21 seconds.